الله يحييكم مشاهدينا الكرام من جديد في استراحتكم، استراحة المرقاب، نطل عليكم من جديد وأمسية جديدة من أماسي برنامج استراحة المرقاب. هذا المساء وفي كل مساء نستقبل معكم مشاهدينا الكرام نجوم في الشعر، نجوم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم حياكم الله. طبعا الليلة ضيوفنا غير، ضيوفنا مميزين، نجوم في ساحات المحاورة ونجم في ساحات الإنشاد. باسمكم نرحب بهم جميعا وأهلا وسهلا فيكم. تعال تفضل، حياك بعد الحلقة. يا أهلا وسهلا، فوق هاي اللي قبل. تفضل احترمنا. طيب منشدنا احترمكم انا. هي هي بقى هو عارف تكلم معي. تعال هنا، انا وراي رحله، ما انا فاضي لك. انتم برنامج هو قايل لي قبل البرنامج. تعال نتكلم معي. ان شاء الله ان حلقه مميزه. هو قايل لي قبل البرنامج، هو كلمني قال لي قبل البرنامج بخلص. انا عادل عضيلك الله يبقيك ويعافيك ويسلمك ابو نعم. لو سمحت ما عليه، بس كل كل حياك الله. ما نعدي يا رجال، ما هو مواعيد. وش انا لي اربع ساعات وانا جالس العنب والبرنامج مستضيف لي قيس بن الملوح. احر ما عندي حقك بيجي من قبل البرنامج. احنا مهرجينكم وتعرف هو جاء محمد وقف تصوير يا محمد. فله ولد عمه خلص هياط. هذا ما انا، احنا بعيال رايحين جايين رايحين جايين. نطلع فاصل استاذ لو سمحت يا ابو نايف. مشاهدينا الكرام فاصل على الهواء. وقف يا اخوي، خلص لي خمس دقائق، بكلفه خمس دقائق. خمس دقائق، خمس دقائق وكمل موضوع البرنامج. انا محتار في ضيوف هنا على عيني وراسي. انا مالي دخل في الضيوف، يتحمل مواعيده يا اخوي. كلمني هنا، ما بالضيوف، يكلمني عندي هنا، يجيني على الفرشه وخلص انا وياه. هي بعفرته هي اطخبال. خلص لو سمحت بندر. يا بندر ابيك شوي وارجع لو سمحت. طيب وقف دقيقتين وارجع. انا في برنامج دقيقه وارجع يا رجال. انا في برنامج ما عليه، كمل برنامجك 10 ساعات بس دقيقه. انت عارف اللي بيني وبينك، وخالصين من امس وان اسبوع احنا خالصين. ايش تبي؟ طيب. وطلال يعرف الكلام هذا. طيب ايش تبي؟ طيب. عندي تذاكر بمشي، انا تذاكري راحت. خلاص قالك الرجال بكره. ما خمس دقائق يكمل برنامجه لو سمحت. يا اخوي خلاص الله يهديك. ما اني برايح يا رجال، انا خلص ولا فصلت التلفون عنكم. لو سمحت يا بندر احترم المواعيد، ان سبع ايام احنا رايحين جايين. شرب اللي تبي يا ابو. سبع ايام رايحين جايين. طيب ايش تبي؟ ما عليه برنامجك، ما قلت لك تعال هنا وخلهم. ابشر باللي يرضيك. ما هو بضارك، ما هو موقف. تعال محمد، تعال تعال تعال. ابشر ابشر ابشر. ايش عندك انت؟ هذا شيء خاص بيني وبينك. وش عندها؟ ما هو بخاص. خلاص قال لك الرجال. هو عارف اللي بيني. قال لك الرجال امس. طيب امس وش قلت لي امس؟ طيب قال لك الرجال. انت بنفسك وش قلت؟ خلاص قال لك الرجال. اوكي لا تخلي ثم نادي الشرطه. اوكي قال لي قبل البرنامج. قال قبل البرنامج وراح يصلح برنامج. هذا شيء خاص بيني وبينك. لو سمحت الله يرحم والدينك خلصني وبمشي. انا ماني جاهز. بدر بدر تذاكري بتروح. بدر 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 انا بعتمر يا بدر. سكر باب الاستراحه. سكر. انا بعتمر محمد. وانت تعرف يلا حجزنا وراح تذكرنا علشان. طيب يا اخوي ترى المحترمين كبر سنك. انا محترمكم، انا ما غلط. خمس دقائق وروح. كم اللي تبيه؟ انت عارف ان اللي بيني. خلاص عارف عارف رفيق. لا ولد وجهك فيه. خلاص جيبه يا اخوي. خلاص عندنا يا بدر 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 يا رجال. انا عندي يا شو اسمك يا اخوي؟ اسمعني انت. اسمعني انت. اسمعني يا رجال، انا عندي تذاكر. انا بعائلتي بعتمر، معي امي مع اخواني. ونعم 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 ونعم. قبل البرنامج قال قبل البرنامج وخلاها بعد البرنامج. طيب يا محمد تعال. ابو شقران ابو شقران الرجال ما قال لك البارح خلاص بخلصك؟ الا. طيب وكفيت قفلت. طيب متى؟ قال لي قبل البرنامج. طيب راح يسوي البرنامج ويخليني جالس. طيب مش جالس هنا. ما لي قبل الحلقه. انت شفت يا ابو فايز شددت على اللي تبي. شفت تذكرتي يا محمد؟ شفت تذكرتي لا مره ولا مرتين. ارضى ان التذاكر تروح تاكل يا محمد. لا مره. طيب شوف اجلس. الله يعطيك العافيه. اسمعني يا محمد، عندنا حنا بعد البرنامج. عندنا حنا ما خلاص. انا اللي بيني وبينه يجلس خمس دقائق ويرجع. لنا عليك حق يا ابو. لنا عليك حق يا ابو. عندنا برنامج حقك. عندنا احنا مذاكر. انا باب من الرجال 15 سنين. عندنا لون هاميه. عندنا على ما اشهد موجود. والله وجهك حق موجود. حق موجود. هو بيخرب البرنامج. خلاص خرب برنامج. شفت ذاكر رجع ما يعرف التذاكر. الله بحقه يستاندر. بندر سجل سجل سجل. خلاص بندر بندر من الرياض الجده تعرف الحق. وش اقرا؟ وش اقرا؟ ولد عندها بس ما تستحي على وجهك. لا انا استحي على وجهي. اللي ما سهلت الرجال خلاص. اسمع انت قبل البرنامج تقول بخلص. طيب ما عليك الناس تصورهم وانا جالس ابي حقي. خلاص عندنا يا بابا محمد. انت الحين انت اذا جيت جبت معك عشرة وصفيت مين وش عنده؟ ابشر بخلص يا ابو شوقهم. نايف تعال براسك. نايف لا
تعال انت ابراهيم هي فزعات وهم خرابيس ابشر ابشر يا ابراهيم يا رجال وخر الله يرحمك انت من جاي من معب احتريك انا هنا وش احتريك اطلع برا نجيب الشيء ماني مو على كيفك خلصني خلصوا الوضع طلال خلص يا ولد من دون الرجل ابشر باللي كلكم ابشر ان اسبوع ابشر ابشر راحت الطيارات الهلج لغى ابشر ابشر انا بروح جيت انا قبل تعال من اللي كفني كفلك الرجال هذا واليوم من اللي كفني كفلك الشيباني خلاص فاهم الشيباني لا تجيني ولا تعرضني ولا تقربني ابا حاسبك انا علمت يوم القيامه حاسب مو بعسير الله ما يضيع لك شيء محمد تعال هذا برنامج الصدمة بس هذا برنامج فاصل قبل الحلال حنا ابو شقراط ابو شقراط تعال هذا نجم من نجوم السناب محمد الصيحان وهذا جبناه مع البداية هذا ينفخ علي وين ينفخ علي لا والله ما نفخنا عليك لكن احنا قلنا من دون الرجل نبي البداية حلوة لا والله انت ما تبي الصلح تبي تضربني لا والله ذي ابن الحلال بس هذول العيال احتكوا معك واجد لا ما بديت البرنامج ما له باقي هذا طول عمرك ما قطع قبل بدايه الله الله لا يهينك وجايات اكثر ابو شقران ممثل رقم واحد الله يبقيك طول عمرك شاعر المعنى محمد بن شديد حياك الله يا اخوي محمد بخير يا شباب الله يبقيك مرحبا طول عمرك الله يحييك لو سمحت طلال والله شرفتني محمد طلال الله يبقيك طول عمرك شرف لي ومسي عليك وعلى المشاهدين الكرام طلال شوي بيك دقيقه بس الله يحييك الشاعر ضيف الله من هلا وغلا يا طلال والله الليله متشرف بوجودي معكم مع زملائي الشعراء طلال معزمين المنشد سلطان بن شويمي تفضل بيك دقيقه بس والله يوفق الجميع ان شاء الله دقيقه الله بس يحييكم ان شاء الله دقيقه ابي ابي حبي هو ما عدني قبل طبعا مشاهدي الكرام خليه في هذا المساء اللي نسمع فيه الشعر ونسمع فيه شوي خاص مالك دخل هو قايل لي قبل البرنامج والحين جالس حتى سيارته داس نبقى مع هذا لا يدوس سيارته ابيك شوي بس دقيقه بس دقيقه وارجع البرنامج يدك شيلها الله يرضى عليك فاصل محمد لو سمحت طلع دقيقة طيب يا مصاصر انت بي شيء انت عارف ان كل الموضوع طيب عارف يا محمد طلعت ابي اللي انت خابر يا اخي كم من مره اعلمك انا ما ودي هالك قدام قدام الناس ما ودي هالك بس هناك اعلمك ايش تبي كلام من امس طيب انا وين طلعت انت ما كفلت امس طيب الحين ايش تبي برنامج خلص برنامج يد لا تبد يد يا آدمي أنا جيت بحترام يا آدمي على الهواء مباشرة أنا شفيك مجنون الله وقف برنامج تعال طيب أنا على الهواء مباشرة ما جيت اليوم لا ترفع صوتك وش لا ترفع صوتك شيل يد طيب شيل يد يا آدمي لا تكلم لا أنا جيت بحترام قدر المحل قدر الشباب أبي قروشك عندي يا حنا على برنامج وعلى البرنامج وكم مرة علمكم قبل إن أسبوع إن أسبوع قروش أنا عندي طيارة طيب أنا معلم راحت التذاكر وراحت الرحلة وعشان برنامج كش برنامج تعال خلصني جمع مهب الكادي اللي جمعت بس من بجلال الله ما رحت ولا توطيت بطني تعال معي توطي بطني ايه بطني توطي انا ولا توطي انت ودي شيرك اللي جايبهم معك تعال امس رح لك رجزك خير يا رجال جنب احنا والله عندي الشرطة الحين ابشر بحقك يا خبشر بحق عندي ابشر بحقي هرجت يا محمد يا سيحات كم مرة قلت لك في وجهي خلاص طلال خلاص انا كم مرة قلت لك دخل علينا في برنامج انت كافلة همس هذه حركة تدخل عليه اي حركة وش اسوي يقول قبل البرنامج راح يصور برنامجه ليش لا تعاين فيه يا رجال انا طلاب حق لا تعاين فيه تزعل خلاص الله يرضى عليك لكن الدنيا لها اصول الاصول علمها الاصول لا تعلمني انا علمها الاصول ما على برنامج وهياط خلصني اعطني دراهمي وروح حايط مع ربعك انا قبل من الفطور وانا احتريك وداس ست سيارات حاطها ورا الشجر هذه حركات ورعام هي بحركات ريجي روح روح وراك خل ماك في سماك يا سيحان الله يرضى في سماك والله حبيب ما يا ادم يوخر عنك والله ما تاخذ نفسي انت ايش تبي شيء ما علمك وقال لك لو سمحت وقال لك الرجال في وجهي خلاص تخريب ولا وش ما هو بتخريب ايش تخريب لا انا تعال عندي هنا طيب تعال ماني مخرب تعال خمس دقائق ونخلص ما نقدر هنا ما نقدر نجي ما تقدر تجي تباطل بي لا والله اجيب لك الشرطه من عند الباب جيب الشرطه عليك طلب وش عليك طلب طلبك موجود لا طلبك موجود في رجال البارع شهود موجود خلاص الشيخ لا يا خابر الرجال
خابر الشيك انا وياك بكل شيء. طيب خابر الشيك انت ولا لا؟ محمد ان جيت اشيك طيب البارحه الرجال قالوا البارحه الرجال قالوا يا رجال لا تعانون فيه ولا تنقدون علي، انا رجال ابي حقي، عندي عندي حجز بطلع المكه بعتمر انا واخواني زين الى ما طلبي على بث وعلى ضيوف يا اخي. سم سم الرجال ذا لهم حق عليك ولك حق، والرجال لهم حق بس الرجال ما ادري ايش السالفه. خلني اعلم، ها خلني اعلم وخلص كلامهم بسيط. احنا الحين في برنامج مباشر، انا ما علي من البرنامج، البرنامج يلك لا اله الا الله. قول لا اله الا الله، انتم تسوون افطاركم ساعتين اشوفكم في المغسله بطلع من البرنامج، انا ما علي من برنامجك، خلصني انا عندي تذاكر وعندي عبره. احترم الرجال موجود، احترم الرجال، انا احترم الرجال، انت اللي حديتنا نسوي كذا. لا لا احترم الرجال، انت اللي حديتنا نسوي كذا. السيحاني طيب، السيحاني السيحاني اسمع مني اسمع، وانت بعد تهرج محمد السيحاني اسمع الك وجه، وانا اسالك انا اسالك عنها امس تقول مهم موجود يا محمد، امس اسالك عنه تقول مسافر، تقول راح للطائف. انا بس بس الريجيل اسئله همس تقول للطائف رجاء بندر بندر. انا بس الريجيل موجودين هالحين، لا عليه الحرام ما يصير. لا لا لحظه لحظه، انا بس ترى ما هو بصار خير بس بس كلنا نكفي. لحظه يا بندر كفلت 10 مرات خلصني محمد، لا عليه الحرام خرب الشغله كلها. لحظه لحظه بس الريجيل بس الريجيل يدك وخرها عني، خلاص حطيته في وجه البارح كلنا نكفي وقلت بسددك وقال الريجيل ابشر الريجيل وش اقول ابشر 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 لمتى ابشر قلت لك ابشر ابشر لا علموني يا رجال وش اسوي؟ خلصني هالحين طيب خلصني علموني شو علموني شو اسوي؟ مرة اعطه في بطنه الحين تعطيني بطنه علمني اذا تبي بريد انا شاتر عندك حط طلال يعطيني بطني تسمع شو يقول؟ تسمع شو يقول؟ خله 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 تعال لا اله الا الله انت معلموني الان لا اله الا الله اسمع في وجه الرجال الموجودين كلهم انا ما اعلم الرجال هذه تجي كل يوم وكل يوم يجيك رجال ويروحون ايش علي منهم؟ كل يوم جايينك تسوون اغترهم يبابون لاخر الليل وانا حقي ما اخذته ماني فاضي للناس. انت اليوم محمد باكل لك شيء، انت اليوم ما اكلت شيء انا حقي، انت اللي حديتني على الرده. وش الرده؟ الطيب خلص الرده تجي تخرب برنامجي بتخلص ولا لا؟ هذا خرب برنامجي. طف لمباتك طفها، طف لمباتك، طف لمباتك، طف اللمبات. الا انا طف اللمبات. لا ما تطف اللمبات يا ولد، لا ما تطف اللمبات، لا ما تطف اللمبات في وجهك ولا 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 تسوي شيء. تسمعوا ولا لا؟ معقال معي لا لا يا ادم الله يرحم والديك تاخر خلم بث السلام عليكم شكرا لا تجرح وراك يا ولد خلاص الله يقلعك والله الله يغفر هذا طول عمرك مقر تعال يا سحاري تعال هذا مقر تعال ابو شقره ومسوينا فيكم ما بدينا لا الحين ولا سوينا ما بدينا ما رجلس انا بغيت الحاشا تعال ابو شقره تضرب الشارع ولا تسلم ابو شقره للمره الثانيه ها المشكله اني احرمه ومستحمله قلت له انا رجعت لحظه ركب ركب المايك ركب المايك ركب المايك الرجال والله مبعد علي اعذرونا والله اعذرونا هذا مو قال الكلام علي هذا المقلب يقول نجمعنا السلام عليكم وش تقول كان يقول لك يرجع مرح عليم عليم تعال شلونك كيف حالك سددني ولا لا هذا ابو شقران ها ركب المايك وكل مساء من كواليس المرقاف مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في كل مساء من أماسي استراحة المرقاب التي تطل عليكم بنجوم ومبدعين من الشعر والإنشاد. هذا المساء نستضيف أيضا نخبة من النجوم ونخبة من نجوم الشعر في المحاورة في النظم، نجوم أيضا تألقوا في سماء الساحة الشعبية. في كل مساء أطلينا عليكم بشعر وإنشاد، وأيضا الإبداع هو عنوان استراحة المرقاب. ارجع لابو بدر، ابو بدر شاعر بندر طلال شوي خل اخوي بندر يا رجل لو سمحت لو تكرمت طلال منك يا اخي دقيقه بس احترم الضيوف طيب مسيره احترمهم انا ما قلت شيء يا رجل ما قلت شيء وقف خلنا في فاصل بنايه راح نعرج لها بس ما راح ناخذ ابي دقيقه بس يعني ما نبدا نسالك البدايات المعتاده كان ناخذها بعد الفاصل تعال يا رجل وخر الله يلا لو تكرم تحترم الناس يعني احترمهم انا خليه يجي بس تصوير يا محمد خليه يجي بس دقيقه بدل يا طلال شوي دقيقه ها يعرف هو انت تعرف كل شيء خليه يجي بس دقيقه خلنا على طيب يجيني يكمل بس يرجع يكمل بس دقيقه بس ما ما يصير الطريقه هذه اللي انت تدخل عليها مباشره انا ماني ما خليه يجي بس دقيقه ويرجع لك طلعت محمد محمد ما يصير الطريقه هذه يا محمد لو سمحت يا محمد سم
محمد ابي دقيقه بس دقيقه خلاص بعد انا عندي تذكره وانت جاي تصور يا رجال انت قلت لي قبل التصوير وتربعت وقمت تصور يصير الكلام هذا كل بدوي مسبحه تجيبه وتصوره عندك هنا واشغالنا معطلات لو سمحت لو سمحت لو سمحت احترم نفسك واحترم الناس لو سمحت انا احترم الناس انا محترم الناس الله يلعنك عيت الناس امش خلصني يا رجال واجلس على البرنامج يا رجال وخر الله يرضى عليك لو سمحت محمد دقيقه بس دقيقه انت ايش تبي ايش تبي وخر تعال عندي هنا تعال عندي هنا تعال عندي ايش قلت لك امس تعال عندي هنا يا رجال تعال عندي هنا طيب كم طول الفاصل طول الفاصل طوله طول الفاصل ولا طول خلصني وارجع لاخويا ايش عندك تعال عندي عارف انا طيب خلاص انت ما انت بكافل امس انا مسؤول ما انت مكافله قبل البرنامج تقول بنسدد وجيت تصور اجي احتريك ساعتين ورحلتي بعد ساعه خلصني دق على اللي كبير قم خلصني قم خلصني يا رجال ما نقول لك بعد البرنامج ما علي من برنامج برنامج ما يهمني انا ما يهمني برنامج احترم نفسك خلصني على الفاضي واحترم وقلت لك انا بعد البرنامج اجيك انا يلا انقلع يلا تبي شيء لو سمحت قلت لك انا خلصني يا رجال قال لك بعد البرنامج لو سمحت كيف لو سمحت بعد البرنامج حقك احكي انا حقك احكي يا طلال لا تحدني على شيء ما بي يا محمد يا محمد يا محمد انا من يوم شفت سيارتك داس ورا شجره وانا داري انك مبيتنا النيه خلصني الله طيب ما جيت الا مع المباشر شلون ما جيت الا مع البادي وش اسوي بك انا انت اللي خليتني اجيك وش اسوي بك احتري قبل البرنامج اجلس دق على الشرطه خلص دق على الشرطه خلصني دق على الشرطه ماني طالع الا بحق وش دخلك في الوقت؟ بالتناسب افا ما قلت لك شيء وش دخلك؟ خلص تبى تسدد عنه؟ بقول لك تبى تسدد عنه؟ بقول لك انت بتسدد عنه؟ جا ولد تبى تسدد عنه؟ انت من اللي بيسدد؟ انت بتسدد عنه؟ اهرج ما علي من هذا داق صدر خمس سحبت قوات انا من اول كنت بقول كلمه طيب وش تبى اخوك ابو شقران وش تبي؟ يا ابو شقران ها اول شيء وانا اقول في الموقف كذا إيه؟ لو انت علمتنا اول هناك تصرفنا احنا الحين واقفين لا الحين عندك مصيبه ما عندك مصيبه تصوير شوي كملوا تصوير يا سيحاني يا سيحاني راح وراك خل ما في سماك اسمع والكلمه رايح تخلص لو طفي لمباتك هذه وش تطفي لمباتك انا حاجز المكه يا الحلغان وانت تعرف الامور حاجز المكه وانت تعرف الحجز يلا حجزنا والرجال ما طلب خلصني الحين ولا تفهم ولا جيت مع المباشر وش اسوي بك لو سمحت سددني وخلص سددني ابشر احنا كلنا ترى بجيب لك الشغله تقشك الحين يبى اللي تجي الرجال ذا الرجال هذا ايه؟ شايبنا واكبرنا وله قدره وانا وش علي مشايب خلصني يا بندر يا طلال لو سمحت وتكفل لك تكفل لك تكفلت لي انت لحظه المبلغ وش كثر 12 ريال ما عليك من المبلغ المبلغ 12 ريال كم شاري له طاقيه ب 12 ريال 12 ريال ايه؟ انت تستهبل استهبل انت على كل لا دخلت وطبح كملها هذا مقلب محمد دائما يسوي المقالب في بداية كل حلقة أبو بدر بيض الله وجهك عزل أنا كوفيت أبو بدر عزل بالعافية أبو بدر وجهك وجهك هذا قبل كل بداية نسوي في ضيوفنا احنا ما بدينا ولسه باقي ما طلعنا على بيض الله وجهك انك تكفل يعطيك العافية يعطيك العافية ذكريات جميلة لما ذكريات اللي تكلمت عنها اول اعذرونا اعذرونا يعطيك العافية الله يجزيك ما كنتم اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام في استراحتكم استراحة المرقاب وليلة رمضانية جميلة ومليئة بالنجوم نجوم السوشيال ميديا وبرامج الواقع والشعر والإنشاد مرحبا فيكم وحياكم الله ما يصير تدخل علي الدخلة هذه وتقلب ما يصير وعلى الهواء مباشرة لا إله إلا الله طيب أنا هنا تعال يكلمني هنا ماني بجاي ضيوفك ولا شيء تعال ماني جايك توكل على الله يسرع أنت لو سمحت أنت رفع صوتك ولا لك داعي أصلا يا ولد إذا ما احترمتنا كأشخاص تحترم ضيوفنا مو أنت اللي جيت قبل شوي إيه ملي وجيت معك شلة بعد مثلك تعبانة تعبانه شلون مش من هنا لا والله نادي الشرطه هنا نادي الشرطه انا البرنامج هذا ما اطلع فيه ولا بخرب ما انت بخاد تخرب نسيت معارفي نسيت علومي الحوالات كلها موجوده اترك الحركات كلها موجوده بس خلصني الله يرضى عليك لا تخليني اكب العش اجيب العلوم كلها بدر 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 نادي نايف نادي نايف نادي نايف ونهايه الحركه واتفق ان اسبوع انا اليوم بطلع انا حتى الناس كلها معلمها اني بطلع بطلع وبس استعلى وجهك استعلى انا علمتك معليش يا شباب اعذروني لو انت ولا الثاني اعتذر البرنامج بتسوي مثلي انا عندي عمره بكره وانا ناشر في حسابي اني بطلع اليوم مالك دخل مالك دخل ورجاء احترم نفسك يا بدر اللي بيني وبينك تعرفه نايف
رجاء يا بدر ثاني مره اقول لك لا ترفع صوتك انا ما جيت اسرق بدر 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 لا ادري بتزين الامور ان شاء الله بتزين ولا ان شاء الله ما بتزين ولا بتزين ان شاء الله رحنا نايف رحله بدر خلص رحنا ادخل راح احط لك كرسي ولا اجي اسمع لي انت ما يرضون يا اخوي هذول يدورون في الاستراحات ما عندهم شيء حتى الظهر امس ترضون يا شباب الساعه 7 الصبح طالع يا شباب ترضون طالع الساعه 7 الصبح اليوم من ترضى يا ابو جذا وجل عند الاستراحه والله العلم عندهم ترضى يا اللحيه الغانمه برنامج برنامج احنا ضيوف والله ما لي دخل ترضى اللحيه الغانمه لا بس هو يقول انتم معيين انت ترضى لا يرضون قبل ترضى ترضى ولا ما ترضى اتكلم معك خليني اتكلم بالله سم الله اول شيء الريج الله لا يتعب ونعم ومن من بعضهم يمكن يسهر ليله ونهاره كله علشان يخرج حلقه ولا حلقتين ترضي الجمهور ولا ترضي القايمين على ذا البرامج فمهم معقوله انك بتدخل عليهم ذا الدخله وتخرب عليهم برنامجهم وتخرب عليهم تعب معقوله اني اجي من الدمام بعد اذكر الله انا من الدمام انا من الدمام ما نبي عندك في الرياض ولا في حي الرمال ولا في حي اشبيليه انا جاي من الدمام ولا جاي من الامارات لكن قدرهم قدر ان شاء الله هم قد الهدف وضعي وانا مقدرهم ومقدركم انتم كلكم على عيني وعلى راسي وانتم باخواني وباحترام يا شباب سم الله يحييك سم الله عدوك انتم ومن سم يا ابو من الوجه ابو شقران يا ابو شقران سم احنا والله جينا هنا طال عمرك نبر نخلص دعوانا وانت يمكن طيب انا بخلص وانا جاي من الشرقيه انت هالحين خربتها على لا ما خربت علينا كلنا علينا كلنا وش خرب انسان الدعوه انسان دعوه فيها مجال يا اخي فيها مجال والله ما يبونك الضيوف ما يبونك تبغى من اللي ما يبيني من اللي ما يبيني كلهم ما يبون وانا ما ابيك من ابي واحد يقول ما يبيني لا ما عندهم مشكله الضيوف اصور معهم ولا ما اصور ما عندهم مشكله ابن سعيد انا اعتذر انا محله الفاصل حين يا سيد يا سيد يا سيد هي عصابه ولا ايش هي عصابه عصابات هي ابن سعيد انا اعتذر انا محله مو بدك انا اكلمك ولا تقول ايوه ابن سعيد انا موجود انا موجود ابن سعيد انت ايش تبي انت الحين؟ هبطلع في البلد ما في كيف؟ ما في اسمع بيعوضونك يا طلال يا بيعوضك ان شاء الله القدر موجود والاحترام موجود هو عشان مكلمك اللحيه الغانمه قال لك لا يطلع ما علي منه يا رجل تعرف معاريفنا وتعرف علومنا الطيبه لولا اللحيه الغانمه كان جت علوم الحين لولا اللحيه الغانمه جت علوم كيف لولا انا عارف اني مكلمك وهذه كلها لعانه ونكاده فيه نستحي نمد يدينا عليك لا تمد يدك ليش تمد يدك ما جاي ان شاء الله بدر بدر يا ابو شاكر بدر يا ولد سانها بالطلبه ها سانها بالطلبه احنا طالبينك خلي الامور تتم وان شاء الله بيعوضونك ما مقصرين بيعوضونك ان شاء الله ما مقصرين لا يقول الليله انتم اللي معيين انت راح يعتمر ها يقول انتم معيين الليله انتم معيين انت قول لي اللي معيين منكم شوف ذا الحلقه والله هي بزايد ولا بناقص والله ما هي بزايد ولا ناقص وذا الليل روح وان شاء الله وان شاء الله نحقق اطيب الرجال والله في وقت هم الدعوه عناد يا رجال وحركات طيب قدرنا احنا قدرنا والامور طيبه اللي ما يبيني من اللي ما تبيني اللي حي الغانمه قل ما بيك ما تبيني قل ما بيك وامشي يلا يا ابن الحلال انت الحين دخلت ما ادري وش الوضع انا ما تبيك انت ما تبيني يا بالله الا الله الرجاء حق الله انت موافق سم لا طيب سل على بدر اللهم صل انا ودي اقول كلمه بس سم الله اسلم يا ابو شقران قول لا اله الا الله سم احنا طالبينك عليها طالبه يا ولد خلنا نكملها ونمشي احنا جايين تعابه طالبه عشان طالبتك على عيني والطلبه الثانيه صل على المره الثانيه احنا لو ندري ان طلعتك بتكون كويسه كان بيطلعونك الرجيل قل لي ايش لانهم الرجيل مسوين تصميم ان الضيوف بيحضرون اليوم طيب وانت اذا قدام بحضر ما حضر من حطيت بدال السعيد طيب اعتذر حطيت صار على محمد سم. اذا انت مثلا جيت ايه؟ بيقولون هذا من هو يعني مي بزينه في حقك قدام الجمهور عرفت ولا عرفت خلى الرجيل بيعوضونك هذه المره يا طويل العمر بيصير بيعوض يا ولد بيعوضونك احنا طلبناك يا ولد احنا طلباتنا تمشي عندك طلبه توكل على الله ما يصح هذا مقلب خفيف والله شكر الله يا رب انا والله حسيت والله الله يا ولد سكنا طالع زين ارحم والديك يا ولد بندر علي والله ايش وجهك المايك مركب توقعت المايك مركب والله ما افكر المايك انا استغربت يا ولد يا ولد البث مباشر مشت صح لا الله يحييكم وعذرونا والله يا خذيت وقت تغير جوكم شويه والله العظيم اني قلبي ناغز يا شو المايك مركبين له ارحم والديك طيب كيف حالك عذرونا كويس بس اني بغيت اغير جوكم والله وجهك ابو شقران والله لا انا اشوف المايك بعد اللي سويته انا اشوف المايك انا اشوف المايك انا اشتغلت على الحرام يا ولد Oh, 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 oh
أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم استراحة المرقاب. في كل ليلة من ليالي رمضان وفي كل سهرة نستضيف نجوم الشعر والإنشاد ونجوم السوشيال ميديا بشكل عام. نرحب بكم مشاهدينا الكرام وبشاركاتكم وتفاعلكم معنا، بداية مع الشاعر متعب ابن خلف ابن هذال. حياك الله متعب. الله يبزيك وسلمك. حياك الله. الله يبارك فيك. طيب إن شاء الله خير يا مال خير. يا مرحبا. اللهم الله يبارك فيك يسلمك. وكذلك الشاعر المتألق والمتجدد دائما عبد العزيز الفراج. حياك الله. الله يبزيك ويسلمك الغالي. الله يطول عمرك. كلنا فخر بتواجدنا مع الأخوان والزملاء والأساتذة. طبعا حاج شيبنا أبو خلف. الله يبارك فيك. لا تكبرني أبو سلمان. ومع شاعرنا كذلك حسين بن ديلة الفطيح اليامي. حياك الله حسين. الله يحييك ويطول عمرك. يا مرحبا. أنا سعيد بحضوري معكم. عارف انها بركاده وانا ما جيت وانا اخوك غلط. انا باخلاق وبادب وباحترام. لا بالهلا ضايع انا يومين وانا حاجز معك وانا اخوك. هذا اسلوب تجي مباشره. ما دريت انك على الهواء. اعذرني يا طلال وانا اخوك. انت اخوي واخوي الكبير. شو مطلوب الحين؟ مطلوب طلعني مع الرجال. الباقي كرسي عانك حاطه على جنب. وش وش اطلع بالقوه يومين؟ انت اللي مكلمني ومنسق معي. اطلع بالقوه مو بالقوه. المهم انا ما جيتك بعصا وقلت لك بقوه. ما جيتك بعصا بقوه. انا جيتك باخلاق وبادب وباحترام. انا جيزي جيز الرجال. لا اله الا الله. حق اذكر الله. الله يرضى عليك. لا تلمسني وانا هرج الرجال. تلمسني تني ورع. خليك ادمي. احترم احترمكم وعلى عيني. اسمع يا لحيه الغانم. يا لحيه الغانم احنا موجودين هنا وفي اكبر نعانه متعب بن خلف بن هذال. تفهم والله انا على ما قال متعب ونعم ضيف ما له دخل. تفهم عمك يعيقك اذا طلعت يا متعب؟ لا والله انا ما ضايقني ولكن انت راك طلعت هو على هو مباشره سويت ما فيها مشكله يا رجال. يعني ترى في حقنا احنا يعني. لا بد حقك على عيني وعلى راسي وانا جيزي جيزكم يا متعب وانا اخوك. انا اليومين وانا حاجز بطلع ويوم حاجز وشو فندق وحاجز محمد. لا مو هو شقق مفروش. شلون فندق؟ انا حاجز مع الرجال مثلكم عشان تطلعوا. ولا تحترم الرجال الموجودين. انا محترم الرجال الله يرضى عليك وانا ما اخطيت على الرجال. انا اليومين مخلي اشغالي والكراسي شفها يعني كم بضيوفك انت بالعاده ضيوفك اربعه ما يبونك. طيب من اللي ما يبيني؟ ما انا ابدا الشرطه. عمك تبيني انا ما ابي. انا ما اعرفك. اضرك بشيء؟ اخوي انا ما اعرفك. طيب اضرك بشيء؟ وقف انا ما اعرفك للحين. طيب ما تعرفني. تعرف يا متعب اضرك بشيء اذا طلعت؟ والله اني ما اعرفك ولا ما ادري وش. انا خلي المعرفه. انا ما بتعرفني ولا اعرفك. بتخليك ترضى اني اطلع؟ أنا يضرك إذا طلعت؟ أنا إذا جاك سؤال تخلي أخر يدك يا رجال. أخر يدك اللي هو بالبرامج هو اللي بيعرفه. أخر يدك حرام. لو ما تروح يا محمد يجي علوم. خلى العلوم تجي. حتى شو مش بتسوي؟ بتقطع راسي؟ اطلع اطلع نبي ما نبي طالع لين اطلع مع الرجال ولا بلاش بلاش تصوير اليوم. تعال تعال. هذا مقلب قبل المباشر. هلا هلا هو راح هو قلت هذا لهم معروف ولا خفف ليليا ترى عبد العزيز كذا الله بس عجبني عبد العزيز قادح يقول لا محمد جاني حوالينا بعلانا جاني علي مشيله شلت روح خربت برنامجك. خليك ادم يحترم نفسك وبعدين الامور اللي عندك الاولى خلص لي بيها. ما طلعت مالها لزوم. اوه ما فيها شيء حد. طيب طيب ابشر. انت وش اسمك انت؟ محمد. كيف ما تعرف اسمي؟ ارسل لك اسمي وعلى الواتساب كل يوم ارسل لك اسمي. ابو من؟ ابو شقران. ابو شقران. ابو شقران اللي بينك وبين طلال خليه اليوم انه طلعنا البرنامج هناك. لا اللي بيني وبينه ما بيني وبينه كل خير. بطلع مع الرجال. عليم تعال اسحب المايك. العليم الله. تعال اسحب المايك. لا تسحب مايك الله يسحب. تعال اسحب المايك. عند دفو يخصم عليه ذا. لا انت استاذ محمد عامل مال اللزوم. محمد علمك على كيف هو يركب الهمايه. كم مره نعلمكم محمد على كيف يركب الهمايه؟ كم مره توعدني؟ ما وعدتك قلت الخميس تجيني. امس من سيارتك عندي في الورشه. طيب صلحناها. طيب زينا وعدتني اليوم. طيب الله يستر عليك. كل شيء اكل شيء اليوم. الله يستر عليك. الله يستر عليك. وش حاجه الخاصه اللي بينك وبين طلال؟ ما هو عندي هنا. يا رجل لو سمحت. يا اللي حاجه خاصه الرجال. موعدك يوم الخميس على كلامك. وانا اخوك الخميس ما ادري في بكره وانت موجود الخميس تدري البرنامج بكره وخلاص. وش خميس؟ لا لا خميس فيه. لا 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 سويتها في 10 مرات. نحط لك شوف يا طلال اليوم انا طالع عسى الله ما يعقب شر وانا مكلم ابو مشاري وقال لي مستاذن منه. ابو مشاري على عيني على راسنا راح كل مطلع عند هناك. لا لا كلمته قلت تعال اعطني كرسي. معلش. جيب كرسي جيب كرسي. تعال اسحب المايك. تعال اسحب المايك. انسحب المايك سحبت نفسه. انت
راسك معك يا ولد ولا معي ولا مو معي طالع اليوم عسى الله ما يعوقك يا رجال اسمع حتى الضيوف الضيوف نفسهم ما الضيوف على عيني وعلى راسي غلطت عليك يا عشان غلطت عليك لا والله شقران يا ابو شقران سدد اللي عندك وامشي هالحين طيب ابو شقران سدد اللي عندك ابو شقران بسددك بسددك سدد روح سيارتك ما هي طالعه اليوم ليه تخلص طيب خلاص خلاص روح كثير روح روح ها لحظه لحظه ايش تقول يا قلبي اقول انا كفيل الرجال هذا والله كفو تطول على الاخو معي الرجال فالح الغنامي وكفالته وارده وانا كثير انا انا باسمه يا اخوي ما قلت الرجال فالح الغنامي فالح الغنامي ونعم معروف شاعر وبطل ومعروف ولحيه الغانمه اما خلصك الرجال هذا درهمك عندي لا لا بخلص هي 2000 ريال معك عطني الحين ما احنا ما احنا صرفك عطني اصرف واجلس هنا لا ترى احنا بنبدا الله يرضى عليك لا تاخرنا محمد محمد عقل كراسك انت حصان وبطل بس المواعيد هذه لها 7 ايام احنا علي حرام اني كفيل فيها واني اعطيك اياها ماك شغل ايش تبغى اكثر ها الحين كان الحين ما اقدر اعطيك اياها بعد نص ساعه عطني صرفتك وعطني الرقم السري والرساله تجيك على جوالك ها الفلوس شفت انك ما قدرت شفت ما قدرت تحل الموضوع يا ولد اجلس اجلس هنا لا انت حاجه في مركب سيارتك خلي طالعه يا طلال لا تطلع اجيك انا الليله واخذها من عندك علي الملازيم ما طلتك هذه اني لما اطلبك يجي العيد وانت على سيكل والله ما في عيونك الا لا خليك تعيد على سيكل ما في عيونك الا المره سيارتك ما وصلت العلوم احنا في شهر كريم خلها ما خلها ما خلها فيها ما خلها فيها والله يجي اسمع 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 اخوك عين خير والامور بسيطه وان كان موضوعك شفت ولا الرجال موعدك يوم الخميس للحق وان كان قصدك عشان السياره هم السياره انا كفيل الرجال هذا لك شغل كفيل حاط سدد هالحين 2000 وان كان قصدك اللقاء تعال تعال تصرف اسمع اسمع احنا بنبدا يا ابو احنا بنبدا خرب عطى اللي حيضان ما قصدك كم الرقم عطني كم الرقم السدد عطني انا ماني بثقه يا اخوي انا اتدري لا ما تدري انت بحلالك ولا تتقاعد ابي حلالك انت ما يدفع فالح 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 عليه حرام يا ريال ما انت حرام خليه يدفع خليه يفتك منه خلاص منيح ابيض وجه ابيض وجه عشان طلقات تحرجني مع الريجي وش اسوي تحرجني مع الريجي ما حرجتك مع الريجي ما حرجتك مع الريجي انت اللي حرجت نفسك هذه منه تمنى نعي عشان طلوع طلوع بالله يا اخي ما يبغى لحظه لحظه تعال محمد ايها بحقي الضيوف محمد انا قبيل قبيل يا رجل تعال تعال تبي يطلع بالله يا ريجي دخلتك بالله يا فالح قد شفته ولا تبغى يطلع امانه الرجال فالح تبي يطلع معنا لا ما اضركم في شيء طلعت لا والله ما تضرنا في شيء يا ولا لا لا انت انت يلا حلغان عرفنا ايش عندك عشان محمد السحاني ابو شقران وشابعه العام يا اخوي انت من تعرفني بس انا مرهب البقمي وضيفا عليكم ونعم ونعم ولا تقعد تشرع على ابشر ابشر بالعود الازرق وابشر بالشحن يا اخي جبنا ابشر بالعود الازرق وابشر بالشحن امشي امشي ماني ماشي حط كرسي هنا توكل على الله العلم الطيب ما يمشي معك العلم الطيب يا اطلع يا اللي حلغان اطلع نايف بندر اطلع 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 بغيتها بالطيب ولا اطلع لا ما خلي الطيب لا لا اطلع يا اللي حلغان مدها يا عتيبي اطلع مدها مدها اسمع مو نايف بندر اطلع اسمع اسمع فلت علي انا يا ولد عايم فيه لا تفلت علي لا انت ولا ربي هيم 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 حلبه مصاري اسمعني اسمعني يا الاخو يا الاخو فلت ريجين واخوك اسمعني يا اللي حلغان وانا اخوك احنا لنا قدر عندك ولا لا لكم قدر ولا وانا اخوك غلط ترى احنا جايين من 700 لكم القدر احنا بندخل بالعلم الطيب انا اخوك من حاضر الوعد بعد الحلقه بعد الحلقه الوعد هالحين لا والله بعد الحلقه الحين عندنا برنامج ما انتظرني بر ما انا ببرنامج انت ما انا ببرنامج انا بس يا رجال توكل على الله تفضل قطع كسر طاولاتك هذه لا اله الا الله حي الخير حي الخير الله يرضى عليك شكرا اخو طال الله والله مقلب ابو شقران علي ابو شقران تضربني بالورد ايش تبي الورد ايش تبي يا ورد من علمك تجرى خلي اسلم اصبر اسبر اسبر خلي اسلم على خالي الغنام احنا مرتعين من المنظر جيت يا مخرج يا تعبان اه شلونك قراني على الهواء مو مش على الهواء مسجل هذا ما قلب تعال تعال ابو شقران تعال والله وجهك الحصان ابو شقران والله ما قصروا اعطوك الفلوس وعطوني الكرسي تعال عندي هنا تعال عندي ضيوفك اليوم الحواتن غانمة أبو طيب دقيقة خلي أحضر قصيدتي ما يدخل من قصيدتها الكاميرا اجلس دقيقة دقيقة لا تربيشني بس ها والله العظيم لهن الربع ركب الصوت الله يبيض وجهك اقول الله يبيض وجهك اللي هرجتك زينه يا رجال خلنا نسمع ركب يا رجال ما حضرت وانا الاسبوع باجي مقابله يوم جاء اليوم كل يوم زحمه واليوم
يا اخي فيه رياجيل قاعدين يطلبونك تتكلم معك بعدين وانا اطلبك اتكلم معك بعدين ما جاينا الا علم يا رياجيل مسبب لنا مشكله هذا عليكم السلام. الرجال ذا سوى معنا مشكله متى؟ وانت خابر هنا متى سوى؟ وسحانا من الرجال انه جاء وجلس هنا، صح ولا لا؟ صح. الان جاي تبجح وجالس هنا، انت الرجال المسؤول عن الاستراحه هنا، شوف الحل. شوف الحل ولا سكر الباب هنا. انا متوعد انه بطلع قصيده. قصيدتي ضيعتها. اي لا لا شوف الحركة بيكلم يعني كل الناس مكلمين انا مستعد من ابو مش يا 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 نايف نايف انا مستعد من ابو مش هذا اخو مشارك في البرنامج هذا برنامج فيه ضيوف مدعوين وناس برمجين تفضل تفضل معي هذا جاب لي واحد تفضل اسلم ترى جاب لك القطعه من الدمام يا اخي ما عاد ابيها جبتها وصلت والسيارة بكرة, بكرة السيارة خالصة يا أخي ما نبيها أنا قلت لك بعد يومين بكرة بخد يا أخي ما بيها سيارتي ما عاد بيها سيارة كلها ما عاد بيها يا أخوي أنا بجيبها لك أنا مني أنا من خاطري أنا بجيبها لك لو سمحت تفضل يرضيك أنت يرضيك يرضينك تمشي مع عيالك تفضل يرضيكم يا رجال أنا مضايقكم في شيء بس في رجال في ضيف هنا بيجي والي من السودان ها لا احنا والي ولايه والي منطقه من السودان والله نقوم كلنا على الضيف والله انا قسم بالله ان الباب مفتوح يا اخي سكر الباب اللي بدل البرنامج شوف هذه هذا اليوم الصبح ما شاء الله رجال الساعه 7 عند السيسان يا اخي اللي جاينا امير منطقه في السودان عارفه ومع احراسات وجاي طيب مع عالم ومع اخويا طيب ما اقول شيء اقول نعم انا بالقي قصيده والرجال هذول ما فيهم اللي من الرياض فيك كلهم من برا الرياض انت من وين يا من الدواد من الدوادي من الشرقيه من الشرقيه وانت من مهدد نعم. من عفيف ونعم. من عفيف ونعم بكم كله. كلهم عانين استحل وجهك انت رجال كل شوي وانت عندي لا تخرب علي رحمه والديك لو سمحت تفضل لو سمحت يعني بطيب تفضل ابوك الرجال والله العظيم نحسب اننا اليوم زي ما زين كل يوم اليوم جالس هنا انا ضيف بحكم العزل طيب لا قالوا لا بر عندك ايش تبي تقول لو يجي الوالح يقول لا لا لو انا لو يقول لا لا لو قال متعني وقال لي طلق بعدين تعال ابو صقر عندي تعال خشمي تعال لا طيب لا لو يقول الامر عندك كيف الحال سك طيب تفضل يلا حيه اقول لك تعبت تقهو عند مشاري واللقاء بيعطوك الرب لقاء الخميس الجاي ها لو قالوا الامر عندك الله يرضى ما في مجال اليوم ها لو يقول لك هذا الان ضيوف نفس ما يبون هذه عنصريه ضيوف نفس ما يبون خجل على لحيتك الرجال ما حد دعاه يا اخي شلون الناس مدعوا له سوى معروف عند الناس حتى في مويه خلها وانا اخوك يوم الخميس وانا اليوم انا طالبك وجه الرأي يجي لا لا انا ما اقدر والله مدعي من بعيد بعد جاي من وين والله من الدواد ها اخذ دواد من قريب شوف الاستاذ بندر مدير القناه والاستاذ طلال الحين هم متقيدين برنامج لايف الان هم احراجهم تدري شو انت كشخصيا ونعم فيك ما اقول شيء بس انهم اعلنوا الان هي حتى قناه معلن المانشيد معلن الصور يعني صعب ان يجي ضيف صح ولا لا نعم انا قد حتى هرجون خلاص يا اخي كلنا نهرجون شطرطون خلني اهرج الرجال يا رجال خلاص اثنين يهرجون وانت تطمر ما اسمع ايش يقول تفضل قل ما بزين حتى في حقك انت ما انت موجود في البشر ما بزين نعم الخميس يحطوك الربع ولهم مصريين جاي الحاكم اخوانك والله تخلص ان شاء الله شغل الله وعدني انا لو وعدني واحد موظفين مذيع فما بالك لا معلش يا ابو لا تقعد بعد انت تطق هذا كلام خاص ما له لزوم في الموضوع رجع والحاجه اللي عندك ترى ما بيها صحت راسك بس قمت جبتها وخلاص ترى خلاص البرنامج مالك فيه يا ابو يلا لا حول انت ايش تبي يا رجال انا ثلاثه يا رجال احنا ناقصينك زبطنا لك السياره وجبناها وهذه تاليتها يا اخوي عيب عليك واستعلى وجهك الكلام هذا ما له لزوم يلا قم قم انت اللي حديتني على الكلام اللي ما اسمع قم يلا لو سمحت لو سمحت طيب لو سمحت لو سمحت لو سمحت يا رجال لو سمحت يا رجال لو سمحت يا رجال وخر على الله وخر على الله يا رجال وخر وخر على الله وخر وخر الله لا وخر لا لا السلك السلك انت رجال انت لا 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 خلاص 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 وش شكرا الله يدري مقلب من يومك خلاص وش شكرا احنا عصابه من اليوم هذا مقلب حلو حلف والله اني صدقت حلف بالله والله اني وقفت اسرع اسرع على الكاميرا ليلي السلام عليكم اعطني المايك وش شكرا انت يا حرام نخلص
مشعل عليكم السلام تابعين تعال تعال مشعل برنامج المتابعين ما يبي معك تعال انا في معلم ان شاء الله والله مشعل اعرفه بالله